السلام عليكم ومرحبا بكم مره اخرى في قناتكم شي هوات كنزه اوطا. اليوم انا اللي غادي نقدم لكم الوصفه، بغيت نقدمها لكم حيت هاد الوصفه هذه كتعجبني بزاف. في الوصفه ديال اليوم غادي نقدموا لكم لي بوبس كيك اللي كاع الدراري صغار كيحماقوا عليهم وكيكونوا بطبيعه الحال في الحفلات وفي اعياد الميلاد. ما نطولش عليكم، نخليكم على المقادير. هنا لا جينواز فرستها على هذا الشكل، انا فرستها غير بيديا، يمكن تطحنوها. عندي مزيج من لا جينواز الفاني مع لا جينواز بالشوكولاته، وعندي هنا غاناج كميه ديال الشوكولاته دائبه مع الكريمات السائله. غادي نخلط دابا على بركه الله، بسم الله، نبداو نخلطوا حتى نحصلوا على واحد العجين متجانس اللي تقدر تكور لينا في يدنا. المهم غنبدا نزيد انا شويه بشويه. باقي خاصها شويه، صافي دابا يمكن لينا نكوروها. غندير انا كويرات فيهم 20 غرام. من بعد ما كملت الكميه راني دخلتهم الثلاجه حتى شدوا راسهم. عندي عويدات ديال لي بوبس كيك، كناخذ العويد لي بوبس كيك وكنغرسو نغطسو في الشوكولاته الراس ديالو، من بعد كنغرسو في الكويرات كما واضح لكم في الفيديو. كنستمر على هذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي، ومن بعد غندخلهم عاوده للثلاجه، غير الثلاجه ماشي ضروري المجمد، غير الثلاجه باش يشدوا راسهم. من بعد كنخرجوهم وكنغطسوهم في الشوكولات ابيض للمره الاولى، من بعد كنغطسوهم في الشوكولات الابيض للمره الثانيه، وكنزينهم بالعقيق ابيض وازرق لاني انا عندي لي بوبس كيك خاصين بالاعياد الميلاد ديال الوليدات. وكيبقى التزيين على حسب الذوق، يمكن لكم تزينوهم بنجيمات او كما بغيتو. نستمر على هذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي، ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. وها لي بوبس كيك ديالنا من بعد ما كملناهم، وبصحتكم وراحتكم، والى اللقاء في وصفه قادمه وجديده مع شهيوات كنزه اوطه.